هي بالضبط الحاجة المهمة هي الإضاءة. فهمك للإضاءة واستخدامك للإضاءة أهم من فهمك لمعدات الكاميرا ذاتها. يعني أنت كونك تعرف كيف تتعامل مع الإضاءة، كيف تتعامل مع الظلال، كيف تتعامل مع معدات الإضاءة أهم من أنك تعرف تجيب معدات بتاعت عدسات أهم. يعني من الحاجات اللي أخذتها في مصر بقول لك أفضل مدراء التصوير الكويسين هم اللي بيعرفوا يضووا، هم كيف بيقدروا يستخدموا الظلال. فأنت فهمك للإضاءة هو اللي بيخليك تقدر تستخدم معدتك اللي معاك، تقدر عشان تطلع بها صورة صحيحة، ما عشان معدتك اللي معاك هي عدسة آخر موديل أو أي حاجة. المعدات أنا مقتنع بأنها هي غالية، وللشباب اللي بعدين احتمال تكون صعبة، لكن ما بقول هي الأساس بتاعك يكون جميل، إنك أنت تمتلك معدة غالية حلو. أو أي حاجة. طيب في حتة الإضاءة دي وأهميتها في الصورة، هل بتفتكر إنه التصوير الداخلي الإندور بيكون أفضل من التصوير الأوتدور في ضبط الإضاءة؟ تفتكر إنه في واحدة ممكن تكون أسهل من الثانية بالنسبة للمبتدئين يعني؟ بالنسبة للمبتدئين الأفضل إنك كيف تتعامل مع إضاءة الشمس، لأن هي الإضاءة الطبيعية هي الإضاءة اللي لحد الآن يمكن الإضاءات ما قادرة تقلدها. آخر إضاءات طلعت في العالم، أفضل إضاءات جودة عالية، في حاجة اسمها CRI اللي هي جودة الضوء الأبيض في الإضاءات، هي دي في الشمس هي نسبتها 100%. أفضل معدات إضاءة حاليا وصلت لغاية 95، فلحد الآن سبحان الله، هي إضاءة اللي الشمس. بتطلع لك ملامح وشك بهناي. بس بيبقى بعد ده الفكرة في إنك كيف تقدر تستفيد من ضوء الشمس ده. يعني احنا في الإضاءات التصويرات الخارجية إنك بتحتاج، لأنه ضوء الشمس حاد جدا فبتظهر ظلال عالية، صحيح، فبتحتاج كم معدة بتاعت إنك تخفف ضوء الهناي. مو من الظلام. ففهمك للحاجات دي ممكن بقماش في البيت، ملاية بيضاء، بحيث ان حدة الضوء بتاع الشمس هو ممكن يضيف لك في انك تطلع صورة افضل.